قلعة توسطت الصحراء اليوم تعرف محليا باسم شلال في محافظة الديوانية، وتاريخيا تسمى بالقائم. لا هذا الاسم جاء بنتائجه، ولا ذاك اهتمت بها الجهات المعنية، رغم انها تعتبر مصدرا تاريخيا لفترة الحكم العباسي والعثماني، ويمتد أعمق إلى العصر الإسلامي الأول، ويدل على مدينة الكوفة سميت قلعة القائم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سميت هذه القلعة بالقائم نسبة إلى القائم أو المنارة الكبيرة التي بناها مع الحصن القريب منها الخليفة الواثق بالله العباسي. السلام عليكم أعزائي المتابعين، اليوم رجعنا لكم حلقة جديدة. حلقتنا هذا اليوم من قضاء الشنافية، وبالتحديد يم قلعة شلال التاريخية اللي موجودة في منطقة القائم. طبعا هاي القلعة تعود إلى العصر العباسي، وهاي القلعة كانت مهملة ومفلشة، وتم عليها حاليا تم بناء وإدامة لسياج هذه القلعة، وأصبحت كما ترون بهذا الشكل المميز. راح ندخل إلى داخل هذه القلعة ونشوف شنه اللي موجود داخل هذه القلعة، وماذا حدث للقلعة من خلال عملية الإدامة والترميم اللي طرأ على هذه القلعة. تعالوا ويانا إلى داخل قلعة شلال التاريخ. وأيضا سميت بقلعة شلال نسبة إلى زعيم عشيرة الخزاعل شلال، الذي استشهد على باب الإمام علي عليه السلام، وقصة مقتل الشيخ شلال. القلعة بعد ما سووا لها سياج بقت هذه الألقاب اللي موجودة داخل هاي القلعة، راح بفترة ثانية راح يسوون مرحلة أخرى ويزيلون هاي الألقاب والأتربة حتى يبنون الأواوين والغرف اللي موجودات هنا داخل هذه القلعة. طبعا للقلعة 6 أبراج مراقبة، هي نصف دائرية موجودة على كل ركن وبالوسط. تعتبر هاي المنطقة أو القلعة اللي تم إنشائها بهاي المنطقة الصحراوية حتى الزائرين اللي يجون من مختلف المحافظات العراقية باتجاه النجف وباتجاه كربلاء، وقوافل التجار اللي تجي من البصرة وقوافل الشام اللي تجي تحط الرحال بهذا المكان، لأن هاي المنطقة صحراوية، وخوفا من قطاع الطرق والسرعة فبنوا لهم هذا الخان حتى الناس تقعد هنا وإتبات هنا، وبعدين تنطلق إلى خانات أخرى اللي موزعة على الطريق البري وطريق الحجاج وطريق القوافل التجارية. وقصة مقتل الشيخ شلال عندما انتشر المذهب الوهابي في نجد، أخذوا يهاجمون الأطراف الغربية للعراق بدءا من الزبير وصولا إلى النجف، وكانت السماوة وغرب الشنافية ومحافظة القادسية أحد المناطق المستهدفة بهذه الغارات، وكان لقبيلة خزاعة بقيادة الشيخ شلال وباقي العشائر العراقية الأصيلة دورا كبيرا في صد الهجمات، واتخذ الشيخ شلال هذه القلعة لكي يحتمي فيها هو وعشيرته في الليل، خشية من التعرض لهجوم مباغت من الوهابيين. وهذه القلعة كانت موجودة قديما ومبنية، لكن الشيخ شلال استولى على هذه القلعة واستخدمها مقرا لعشيرته ولصد الهجمات الوهابية. وفي سنة 1215 عقد صلح بين الوهابية والوالي العثماني في بغداد سليمان باشا الكبير، وافتتح جراء الصلح للحركة التجارية بين نجد وبغداد، فجاءت قافلة من نجد إلى بغداد للاكتيال، وكان يحرسها فرسان من الوهابية.
بعد أن باعت القافلة أحمالها في بغداد واشتروا ما يحتاجون إليه، تحركوا إلى نجد، وكان طريقهم المرور بالنجف الأشرف. وبعد وصول القافلة الوهابية إلى النجف، فصادم وجودهم مجموعة من آل سلمان من عشيرة الخزاعل، لقد جاءوا لزيارة الإمام علي عليه السلام. فشاهد واحد من الوهابيين زعيم قبيلة الخزاعل وهو يقبل أعتاب ضريح الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، هو نفسه الشيخ شلال، نزل يقبل أعتاب ضريح الإمام علي عليه السلام. بعدها هجم عليه واحد من حراس القافلة الوهابية فقتل الشيخ شلال. بعدها نشبت قتال بين الطرفين، بين قبيلة خزاعة والوهابية، فقتل فيه الخزاعل 300 من أفراد القافلة الوهابية، وغنموا أموال القافلة، وفر الباقون باتجاه نجد. والعناصر المعمارية المنتشرة على بناء القلعة مثل الأبراج النصف دائرية والقباب المسطحة القليلة العمق، أي نقطة التكون تكون قليلة بالقباب العثمانية، وهذا ما يدل على أن بالعصر العثماني، وأن القلعة مربعة الشكل، طولها 60 متر وعرضها 60 متر وسمك جدار متر تقريبا. هاي هي الساحة مال قلعة شلال التاريخية، أو هذا المكان اللي القوافل التجارية تحط الرحال بهذا المكان. بالخال مثل ما قلت لكم إلى أبراج مراقبة هي نصف دائرية موجودة على كل ركب، وللخان هي باب وحدة موجودة حتى يحافظون على القوافل التجارية ومن السراق ومن قطاع الطرق، فما يتهجمون. هو موجود أيضا حارس داخل هذا الخان أو داخل هذه. وأن ارتفاع جدار القلعة من 7 إلى 8 متر تقريبا، ويوجد في أركانها الأربعة أبراج مراقبة نصف دائرية. شكل وبناء قلعة القائم اختلف وشكل مصدرا استراتيجيا لوجودها، والتي امتازت من جهة بالطراز العباسي ومن أخرى بالبناء العثماني، والذي جعلها أن تكون حصنا منيعا أو برج مراقبة لطريق البصرة، إلا أن هذا البناء لم يبقى منه إلا أساسات وجدران مصدعة آيلة للسقوط بأي لحظة. تمتاز القلعة والحصن عن بقية المباني الأخرى من ناحية المزاغل والأبراج الموجودة في الأركان، وكذلك الشرفات، حيث أن هذه الأجزاء من المباني لها مميزات ولها أهداف ولها أغراض، من بناؤها كون البناء يستخدم للدفاع ضد الهجمات الوهابية عندما أرادوا مهاجمة العتبات المقدسة في كربلاء والنجف والتصدي لها في هذه القلعة أو في هذا المكان. وأيضا تعتبر القلعة هي مكان لاستراحة ومبيت القوافل التجارية والزوار والجنائز القادمة من البصرة وباقي المحافظات العراقية الأخرى إلى النجف وكربلاء والشام. وللقلعة باب واحدة فقط حتى يتم غلق هذه الباب وحماية التجار والزوار بعد دخولهم إلى القلعة، والمبيت فيها والحراسة من قبل حراس القلعة. ويوجد داخل القلعة لواوين لمبيت الزوار والتجار، وكذلك يوجد بداخلها بئر ماء لكي يستخرجون منها الماء للشرب وللتغسيل والطبخ ولشرب الحيوانات، وكذلك يوجد مرابط للخيل على جدران
القلعة من أجل تقييد الدواب بهذه المرابط والحفاظ عليها من السرقة. وكذلك توجد إلى جوار القلعة عين ماء كبيرة تستخدم لسقي أشجار النخيل والبساتين القريبة من القلعة. وكذلك في القلعة يوجد نفق، ويعتقدون أهل المنطقة إن هذا النفق يتصل بحصن الأخيضر، وبالحقيقة النفق لا يتصل بحصن الأخيضر، وإنما يصل إلى عين ماء تجري القريبة من القلعة حتى يضمن للساكنين داخل القلعة وصول الماء بسهولة إلى القلعة بأمان في أوقات الحصار. كانوا يقدرون أن يدخلون الحنطة والشعير وغيرها من المواد الغذائية إلى القلعة وتبقى لفترة طويلة، لكن الماء لا يبقى لفترة طويلة، لذلك كانوا يحفرون أنفاق تحت الأرض توصلهم إلى عين الماء حتى من يوصل العدو ما يعرف طريقة وصول الماء إلى داخل القلعة. وأيضا يوجد داخل القلعة ساتر لكي يختبئ فيه المقاتلين إذا كسر باب القلعة من قبل الوهابيين ودخلوا عليهم. وأخيرا قامت هيئة الآثار في الديوانية مشكورة بترميم القلعة أخيرا، ولا زال العمل مستمر وجاري، وصرف لها حوالي 800 مليون تقريبا، وإن القلعة مبنية من الحجارة كما هو متعارف، وأيضا حتى بيوت المنطقة كانت مبنية من هذه الحجارة. وإن هذه المنطقة فيها الكثير من الآثار، لا سيما سجن المنصور العباسي الذي دفن فيه السيد عبد الله المحض، والذي يسميه عامة الناس السيد عبد الله أبو نجم. وأيضا هذه المنطقة تقع على طريق بين الكوفة والحجاز، وهي أول مرحلة بالنسبة للخارج من الكوفة، ومنطقة بهذه الأهمية من الأكيد شديدة الأهمية، وبالتأكيد تهتم فيها السلطات العباسية وتبني فيها منشآت عسكرية أو سجن قريب عليه. وكذلك يوجد قصر شريح القاضي القريب من هذه المنطقة، ويوجد آثار أخرى مثل آثار الكوكب، وسبق أن زرنا هذه الأماكن الأثرية وتم تصويرها وموجودة في قناتنا على اليوتيوب. وهذه الأماكن لم تنقب ولم يعرف لمن تعود من العصور الزمن. هذا واحد من أبراج المراقبة اللي موجودة بواحد من أركان قلعة شلال التاريخية. داخل أو أسفل هذا البرج المراقبة هي موجودة الغرفة، الغرفة اللي يستخدمها الحرس اللي موجودين بهاي النقطة أو البرج مال المراقبة، فيباتون أو يقعدون، ومطبخ يعتبر أيضا هاي الغرفة اللي موجودة أسفل برج المراقبة. اتجولنا داخل هذا الخان وشفنا الترميم اللي صار على هذا الجدار، بالإضافة يحتاج بعد إلى إدامة وترميم مستمر حتى يطلع بالمظهر اللائق للزائرين والسواح اللي يجون إلى زيارة هذا الصرح التاريخي المميز. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد، وانتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى عجبتكم حلقتنا لهذا اليوم من أهم الأماكن التراثية والأثرية اللي موجودة بمحافظة الديوانية، وهو قلعة شلال أو قلعة القائم اللي موجودة في ناحية أو قضاء الشنافية.